التحية للجميع. بداية، أعتقد أن القول الأصح في هذه العبارة هو أن الأوروبيين يدفعون ثمن هذا الصراع في أوكرانيا. هم يدفعونه على المستوى الاقتصادي، يدفعونه على مستوى السلم الاجتماعي، وأيضا يشعرون بخوف أمني كبير. لكن الصراع في أصله ليس بين أوروبا وروسيا، وإنما بين الولايات المتحدة وروسيا. لذلك فإن التجاوب الأوروبي مع الآلام الشعبية، أو التجاوب الأوروبي مع القلق الأمني، التجاوب الأوروبي يأخذ شكلا آخر، وهو التحرك باتجاه واشنطن لإيجاد ما يسمى باستراتيجية الخروج. تعرفون، اليوم تحدث المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون موجود في واشنطن وتحدث إلى جو بايدن الرئيس الأمريكي. إذن هناك تحركات سياسية بدأت تأخذ طابعا أوروبيا للوصول إلى أمر ما. الأكيد أنه بغض النظر عما سيصلون إليه، أن دافع الثمن الأول نعم هو الأوروبيون، وأن هذا الأمر لم يعد يرضي الأوروبيين حتى على مستوى الزعامات. تعرف أن ماكرون انتقد أيضا مبيعات الغاز الأمريكية. الآن سيكون هناك، بأن أسعارها تتجاوز الأسعار الطبيعية بأضعاف مضاعفة، هناك تململ شعبي في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في دول أخرى حول جدوى المساعدات المقدمة لأوكرانيا وحول جدول العقوبات المفروضة على روسيا. إذن في مثل هذه الأجواء، نعم، قد تكون المعاناة الأوروبية هي المنقذ بين قوسين، أي المنطلق للتحرك باتجاه مفاوضات ما. لكن هذه المفاوضات في نهاية المطاف هي مفاوضات أمريكية روسية، يمكن للأوروبي المساعدة بها، لكن لا يمكنه طبعا لا فرضها ولا جلوسه على طاولة المفاوضات لأخذ القرارات. أستاذ أكثم، مهتم جدا والله بأن أعرف منك، أساس الأوروبيون يتحدثون علنا عن إنه مساعدة أوكرانيا التزام أخلاقي، وأنا حين أسمع كلمة أخلاق الحقيقة أصاب بالتحسس. يعني هل أنا المخطئ، أم إنه استخدام تعبير أخلاقي هو استخدام يعني ليس دقيقا في هذا السياق؟ لا، أنت محق تماما. يعني بالذات نحن شعوب المنطقة العربية، شعوب أمريكا اللاتينية، شعوب أخرى في العالم عانت من ويلات وحروب، سواء وشنها الغرب أو سلط عنها الغرب ودعمها الغرب، يتساءلون ما هو الأخلاقي الذي يخرج فجأة في حالة أوكرانيا ولا يخرج في حالات أخرى كثيرة. لكن دعنا نسمي الأسماء بأشياء. يعني هي جزء من العمل على الرأي العام الشعبي الداخلي. لا يمكنك أن تقول لمواطن أوروبي اليوم، لمواطن أمريكي، أننا نريد أن نقوم بحرب فقط كي نثبت القوة وكي نكسر روسيا وكي نحافظ على مصالحنا. تحتاج إلى هذا البعد الأخلاقي عند هذا المواطن غير الراغب أصلا بالحرب.